خليني أخذ كاثرين مكالمة من الأخت نهال من إنجلترا. أهلا وسهلا أخت نهال، أنت معنا على الهواء. ألو، مساء الخير يا حاج القسيس. أنا عايزة أقول فعلا مجدا مجدا للرب، وأنت فعلا يا أخت كاثرين بركة لآخرين. أنا عايزة أبوسك وأحضنك وأقول لك ويلدا على إيمانك الرائع، لأنه حطيتي إيديكي فعلا على مفتاح النجاح في الحياة الروحية، وهو إنك ثبتتي عينيكي على الثابت. لأنه إحنا بنتعب لما بنخلي فرحنا متعلق بالظروف اللي طالعة واللي نازلة. لما تكون ظروفي حلوة أفرح، لما تكون ظروفي وحشة أحزن، لكن أنت حطيتي عينيكي على الله اللي هو ثابت، وبذلك فرحك ثابت وواضح جدا في كل كلامك. أنا نفسي كمان يعني نفسي حضرتك كده توجهي كلمة لأخت عندها نفس المرض ده، لكن هي بتقول إنه ده صليبي ومن عند الرب وأنا قبلها بشكر. ونفسي حضرة القسيس بقى نزار تعرض لنا حلقة الفرق بين مشيئة الله وسماح الله، لأنه الحتة دي فيها لبس كتير، وربنا يبارككم. شكرا كتير أخت نهال على تشجيعك لكاثرين. وخلينا أقول لكاثرين إيش الرسالة اللي أنت طبعا بتقدميها للمشاهدين اللي عم بيشوفوك حاليا على الحلقة. شكرا أول إشي للأخت نهال على تشجيعها الرائع اللي بلمس القلب. فيوم ما بشوف قديش الناس متبركين من اختباري بقول مجدا للرب، لأنه اختباري بمجد في اسمك، فهذا سبب فرح لإلي، فشكرا كتير. أنا بقول بصراحة يعني لشخص صابه مرض السرطان، أخت صابها مرض سرطان وقالت خلاص هذا من عند الرب وأنا فش علي دور، حقيقي أنا بعتبره هذا استسلام. في فرق بين الاستسلام والتسليم. هلا استسلام يعني انه انا احبطت خلص مش عارف اسوي اشي، حتى بديش اصلي للشفاء لانه الرب خلص هيك بده. لا، الرب قال اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، اسألوا تعطوا. فعشان هيك ليش يعني احنا بنصلي عبثا؟ الله بده ايانا نصلي بلجاجة للشفاء. ما اقول خلص هاي إرادة الله وخلص أستسلم ولا كأنه ما ليش دور، لا، لازم نبكي، لازم أنا بصرخ للرب لليوم مع إنهم قالوا لي فيش أمل، بقول له لا يا رب، أنا بطالبك في الشفاء لأنك أنت قادر يا رب لتكل مشيئتك مزبوط، لكن أنا لازم أعمل دوري، ما أكون دوري السلبي، ما أكون سلبية وأقبل خلص يلا ما هو هيك الله بده. هيك بصير زي كأنه كل شيء مقدر ومكتوب. لا، إحنا ما بنآمن هيك إنه كل شيء مقدر ومكتوب. الله في ملك نحمية أظن قال طلب، كان خلص أجت الموت وطلب حزقية طلب وقال يا رب، يوم أجى موته صار يبكي للرب ويقول يا رب أنا بدي أعيش، فالرب استجاب وغير الأمر اللي طلع منه وأعطاه 15 سنة زيادة. فنتيجة صراخه ودموعه وصلاته للرب غير شو كان بده يصير. فأنا بقول لكل شخص، بشجع كل شخص، أول إشي يبعد المرض عن الجميع باسم يسوع حماية كاملة، بس الأشخاص اللي أصيبوا بهذا المرض أو أي مرض آخر ما تستسلم، ضلك طالب الرب للنهاية في الشفاء.